وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: وهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. الحديث: فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم. إذن الشيطان يوحي، عنده وحي لكنه وحي وسوسة. أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا، أن تفسيرية بمعنى أي، فإذا حذفتها وضعت أي اتسق الكلام في غالب الأحوال، لأن بعض علماء النحو لا يرون أن هنا تفسيرية، فيكون المعنى أوحى الشيطان إلى قومهم أي أنصبوا، لكن ما علامة أن التفسيرية؟ أن يأتي قبلها معنى للقول من غير حروفه. أين معنى القول هنا؟ أوحى، فأوحى يتضمن القول، يتضمن معنى من معاني القول، لكن هل هو بحروف القول؟ لا. هل قال قال الشيطان؟ قال أوحى الشيطان. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، أين معنى القول في الآية؟ البعث، لأن البعث الذي هو الإرسال يتضمن القول.